الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة موني كروشيه. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القلب الجميل ده. القلب ده ممكن استخدمه كمفرش وممكن استخدمه كوستر للكوباية او المج. وان شاء الله شغله سهل جدا وممكن للمبتدئات ان هم يعملوه معانا. بس قبل ما ابدأ الفيديو، ياريت لو اول مرة بتشوفي القناة ياريت تشتركي معانا وتفعلي الجرس عشان يوصلك اي جديد من الفيديوهات اللي انا بعملها. فهنبدأ مع بعض كده ان شاء الله ونشوف الكوستر او المفرش ده بيتعمل ازاي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهبدأ كده هعمل عقدة البداية. اول حاجة هشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، وهاجي عند اول سلسلة وهعمل عمود، وفي نفس السلسلة بتاعتي هعمل عمود تاني وعمود تالت. بعد كده هرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، وهدور الشغل وهلف الخيط على الإبرة وادخل في نفس المكان اللي ارتفعت بيه السلسلة هنا، وهرتفع بأدي عمود 2 3، بقى عندي 4 أعمدة بما فيهم سلسلة الارتفاع. وبعد كده هعمل سلسلة وهخش في آخر غرزة عندي اللي هي كانت بتاعت ال3 سلاسل اللي انا ارتفعتهم، وهدخل واعمل فيها عمود 2 3 4، هعمل فيها 4 أعمدة. هرتفع بعد كده ب1 2 3 ودور الشغل، وفي نفس المكان هدخل واعمل عمود 2 3، 3 أعمدة برضو، وسلسلة الارتفاع يبقى 4 أعمدة. وهعمل سلسلة وهخش هنا في الفراغ اللي قدامي ده وهعمل فيه 4 أعمدة. ادي اول عمود، العمود الثاني، العمود الثالث، ادي العمود الرابع. بعد كده هرتفع بسلسلة برضو وهاجي عند اخر عمود انا عملته هنا، وهدخل السلسلة بتاعته وهعمل 4 أعمدة. ادي عمود الثاني، الثالث، وادي العمود الرابع. بعد كده هرتفع ب1 2 3 وهدور برضو الشغل، وهاجي هنا في نفس المكان وهعمل 3 أعمدة. ادي عمود، العمود الثاني، والعمود الثالث. ارتفع بسلسلة واخش في اول فراغ هيقابلني وهعمل 4 أعمدة. ادي عمود الثاني، الثالث، والعمود الرابع. برضو نفس الطريقة هرتفع بسلسلة وهخش في نفس المكان في الفراغ اللي بعده وهخش اعمل 4 أعمدة. ادي عمود الثاني، ثلاثة، أربعة. هرتفع
ارتفع بسلسلة واجي هنا عند اخر غرزة عندي اهي، وهعمل فيها 4 اعمدة. ادي 1 في نفس المكان، 2 3 4. زي ما احنا شايفين كده الشكل اهو، هرتفع بواحد 2 3 وهدور الشغل في نفس المكان اللي ارتفعت منه بال3 سلاسل. هعمل جواه 3 اعمدة، ادي اول عمود، التاني، التالت. تكون عندي ال4 اعمدة الاولانيين، ارتفع بسلسلة واخش في اول فراغ يقابلني وبرضو هعمل فيه 4 اعمدة. ادي عمود، التاني، التالت، ادي العمود الرابع. ارتفع بسلسلة خش في الفراغ اللي بعده وهعمل نفس الحكاية، واعمل ادي عمود، التاني، التالت، وادي العمود الرابع. ارتفع بسلسلة وادخل في الفراغ اللي بعده وهعمل 4 اعمدة، ادي عمود، 2 3 4. ارتفع بسلسلة واجي عند اخر غرزة انا عملتها واخش واعمل فيها 4 اعمدة، 1 2 3 4. ارتفع بواحد 2 3 وادور الشغل واعمل بنفس الطريقة لما اعمل 8 سطور بنفس الطريقة. احنا عملنا ادي 1 2 3 4 5، هكمل ال3 سطور وهرجع لكم. انا كده خلصت ال8 سطور، بعد كده هكمل السطر رقم 9 وهرتفع برضو ب3 سلاسل. ادي 1 2 3 وهدور الشغل. انا كنت في السطور اللي قبل كده كنت بدخل واعمل هنا ال3 اعمدة جنب ال3 سلاسل دول، لا في السطر رقم 9 ده انا ارتفعت 3 سلاسل، هخش في الفراغ الاولاني اللي قابلني ده وهعمل فيه 4 اعمدة. ادي 1 2 3، بعد كده ارتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، خش في الفراغ اللي بعده وهعمل 3 4 اعمدة، 1 2 3 4. بعد كده هرتفع بسلسلة واحدة وهخش في الفراغ ده وهعمل 1 2 3 4. بعد كده هرتفع ب1 2 3 وهاجي في الفراغ ده وهعمل غرزة حشو. بعد كده هرتفع ب1 2 3 وهدخل في الفراغ اللي هيقابلني هنا وهعمل 4 اعمدة، ادي عمود، التاني، ثلاثة، اربعة. بعد كده هرتفع بسلسلة هاجي في الفراغ اللي بعد كده وهعمل عمود، التاني، التالت، الرابع.
كفاية بالسلسلة، وهدخل في الفراغ اللي بعده واعمل 4 أعمدة. ادي عمود، 2 3 4. بعد كده هرتفع بسلسلة وهاجي في اخر غرزة انا عملتها وهرتفع بعمود، عمود بس. بعد كده هرتفع بواحد، 2 3، هضير الشغل وهخش في الفراغ ده على طول وهعمل 4 أعمدة. 1 2 3 4. ارتفع بالسلسلة هاجي في الفراغ اللي بعده وهعمل 1 2 3، عمود الرابع. بعد كده هرتفع هنا ب5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهاجي عند غرزة الحشو اللي انا عملتها في السطر اللي قبل كده وهاجي عليها واعمل غرزة حشو بالشكل. بعد كده هرتفع ب5 سلاسل، ادي 1 2 3 4 5، وهخش الفراغ ده وهعمل 4 أعمدة بتوعي. ادي عمود، 2 3 4، ارتفع بسلسلة خش في الفراغ اللي بعده وهعمل، ادي عمود، 2 3 4، ارتفع بسلسلة وهاجي هنا عند اخر سلسلة انا عملتها وهدخل واعمل عمود، يديني الشكل ده كده. بعد كده هرتفع 1 2 3، هدور الشغل وهاجي في الفراغ الاولاني ده وهعمل 4 أعمدة. 1 2 3 4، ارتفع هنا ب3 سلاسل، 1 2 3، وهاجي هنا عند الغرزة دي اللي هي تعتبر في رابع عمود هنا وهعمل غرزة حشو وهرتفع ب1 2 3 4 5، وهاجي عند غرزة الحشو هنا واعمل فوقها غرزة حشو. يبقى الشكل عندي كده. ارتفع بعد كده ب5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهاجي عند اول غرزة هنا هتقابلني وهعمل غرزة حشو. بعد كده هرتفع بسلسلة واخش هنا واعمل 4 أعمدة. هرتفع هنا اسفل ب3 سلاسل زي ما ارتفعت هنا ب3 سلاسل، هنا 1 2 3، يعني زي ما ارتفعت هنا ب3 سلاسل حشو، 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل، 3 سلاسل هنا بقى، وهاجي هنا وهعمل الحشو. بعد كده هرتفع ب1 2 3 وهخش هنا اعمل 3 4 سلاسل، 1 2 3،
بعد كده هرتفع بسلسلة وهاجي عند اول غرزة انا عملتها هنا وهرتفع بالعمود بتاعي، يبقى الشكل عندي كده. بعد كده هرتفع بسلسلة وخش في الفراغ اللي هيقابلني ده وهعمل غرزة حشو، وهرتفع بواحد اتنين تلاتة، وفي نفس غرزة الحشو اللي انا عملتها هعمل ادي عمود مش مكتمل، وبعد كده عمود تاني مش مكتمل، عمود تالت برضو ما كملوش. هنا انا اتكون عندي اربع غرز هسحبهم كلهم مرة واحدة. بعد كده هخش في الفراغ في الغرزة دي اللي هي هنا اول غرزة هتقابلني هنا، اخش واعمل غرزة حشو، ومن نفس المكان هرتفع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وفي نفس المكان هعمل ادي اول عمود مكملوش، العمود التاني ومكملوش، التالت ومكملوش، والرابع. هيصبح عندي خمس غرز على الإبرة هسحبهم كلهم مرة واحدة، وهاجي هنا في الغرزة دي وادخل واعمل غرزة حشو، وارتفع بواحد اتنين تلاتة، وفي نفس المكان بعمل ادي عمود مش مكتمل، عمود التاني، العمود الثالث، والعمود الرابع. يعني بعمل اربع اعمدة مش مكتملين بحيث يتكون عندي على الابرة خمس غرز اسحبهم كلهم مرة واحدة. اخش بعد كده في المكان ده الغرزة دي وهعمل غرزة حشو، ارتفع بواحد اتنين تلاتة، في نفس المكان هعمل الاربع اعمدة بتوعي اللي مش مكتملين، وهسحب الخمس غرز كلهم مرة واحدة على الابرة. اخش هنا وارتفع واحد اتنين تلاتة، وفي نفس المكان هعمل ادي عمود، تاني ادي تلاتة اربعة، وهسحب الغرز كلها مرة واحدة، وهكذا في نفس اخد المكان ده كده واعمل غرزة حشو، واستمر بنفس الطريقة لحد ما هوصل هنا كده وهرجع لكم. انا وصلت في الشغل لحد هنا اهو، زي ما عملت برضو كل ده هاجي هنا برضو هاجي في الغرزة دي وهعمل غرزة حشو، وهرتفع بثلاث سلاسل، اخش في نفس المكان وهعمل ادي عمود مش مكتمل، بعدين العمود التاني، العمود التالت، والعمود الرابع. يتكون عندي الخمس غرز اللي قلنا عليهم سحبهم كلهم مرة واحدة. هاجي في الغرزة اللي بعد كده هنا وهرتفع بثلاث سلاسل، في نفس المكان هعمل الاربع اعمدة اللي مش مكتملين، واحد اتنين تلاتة اربعة، واسحب الخمس غرز كلهم مرة واحدة على الإبرة. هاجي هنا وهعمل غرزة الحشو، وارتفع بواحد اتنين تلاتة، في نفس المكان هعمل الأربع أعمدة بتوعي اللي مش مكتملين،
هاجي هنا ادخل اعمل غرزة حشو وارتفع اكمل بنفس الطريقة لما هوصل هنا وهوريكم الشكل النهائي. وبكده انا خلصت المفرش او الكوستر وزينته بالوردة دي على جنب كده. دي مجرد فكرة الزينة دي، ممكن انتي مثلا تعملي افكار تانية، تشتغلي وردة كروشيه صغيرة وتحطيها سواء هنا او هنا، او تعملي شريط ستان وتدككيه هنا وتعملي فيونكة في الاخر. يعني هي مجرد افكار للتزيين. وبكده انا خلصت المفرش بتاعي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وياريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اللايك والشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. واستنوني بإذن الله في الفيديو القادم.